مرحبا، اليوم رح نعمل جزئين بثلاث الوان. هاي الالوان رح ابدا بالابيض. مثل ما قلنا بنستخدم سناره صغيره لنقدر ندخلها بالدويره ونسحب فيها الخيط. بهي الطريقه بنشتغل بالكبيره، يعني صغيره بنخليها بس لسحب الخيط، تمام؟ وباخذ الزياده معي بالشغل عشان اخفيه. ناخذ سنارة اكبر شوي. رح نعمل هيك لاخر حبل الدوائر كلهم، تمام؟ بس هالمرة ما حاطلع بهون بغرزتين، حاطلع بغرزة واحدة بالزوايا، بدي اياها تضيق شوي من البداية لتطلع لفوق، تمام؟ نعمل غرزة حشو بكل المحل، كل غرز كل فراغ وبرجع لك. وصلنا للنهاية وعملنا منزلقة، هلا بنطلع بغرزة حشو. والقطبة رح نشتغل عليها بهي الطريقة، رح ادخل بالغرزة اللي بعدها بسحب الخيط واجي اترك السنارة اطلع منهم اخذهم، اطلع بهي الطريقة واعمل غرزة حشو. برجع باللي جنبها لف الخيط بطلع، خلي دايما هذا يكون جوا، ما تشتغلي على الفراغ عشان تعطي القطبة جمالها، تمام؟ برجع بطلع وباخدهم وبطلع بهاي الطريقة بعمل غرزة حشو. نعمل كمان وحدة، ندخل هون وبسحب الخيط وبطلع منهم اثنيناتهم، بفوت بالعكس وبطلع هيك وبعمل غرزة حشو. رح نعمل هيك بكل الأدوار حوالي شي 5-6 ادوار لحد ما اوصل للعدد المطلوب باللون الابيض. هلا بندخل اللون الثاني، ندخل بدنا نعمل منزلقه بنسحب اللون اللي بدنا نشتغل فيه، بنطلع غرزه حشو بهي الطريقه. نرجع لهون، وصلنا هلا لتغيير اللون. ندخل ما نعمل منزلقة بنسحب اللون الجديد معانا بهي الطريقة وبنعمل غرزة حشو. نرجع للغرزة اللي بعدها، نطلع نسحب، نشتغل بنفس الطريقة بنفس طريقة الغرز، تمام؟ وهيك لنعمل كم دور لفوق بنفس الطريقة مثل كمية الأبيض، بوصل برجع. عملت أدوار السماوي مثل الأبيض ومثل الهيدول. هلا حركب له الزوايا، تمام؟ الزوايا هاي مع الايد، فرجيكم اياها لما نخلص، تمام؟ وهيك بعد ما ركبنا له كل شيء بيكون خلص معنا وصار جاهز. يعطيكم العافية على المتابعة، وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب، والله معكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.